رحب بحضراتكم من جديد. رئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا امبارح بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقدم الرئيس خالص التهنئة للرئيس الروسي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، متمنيا له التوفيق والسداد وللشعب الروسي الصديق المزيد من التقدم والازدهار. كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته امبارح شهد فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن المرأة المصرية هي محور أساسي للأمن والاستقرار في الوطن ومصدر إلهام لا ينقطع عطاؤه. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها إجراء الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقدم الرئيس خالص التهنئة للرئيس الروسي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، متمنياً له التوفيق والسداد وللشعب الروسي الصديق المزيد من التقدم والازدهار. تناول الاتصال أيضاً الأوضاع الدولية والإقليمية وبالأخص الوضع في قطاع غزة، واستعرض الرئيس الجهود المصرية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، مثمناً الموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية. ومن جانبه حرص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الإشادة بالجهود المصرية المتواصلة على المسارين السياسي والإنساني، مؤكداً توافق الرؤى بين البلدين بشأن أهمية وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية وأولوية حل الدولتين لاستعادة السلم والأمن بالمنطقة. امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والوفد المرافق له بحضور سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. تناول اللقاء الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، وتم استعراض آخر مستجدات الجهود المشتركة للوساطة بهدف التوصل لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين. وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، مشيراً إلى ما يتعرض له القطاع وسكانه من كارثة إنسانية ومجاعة تهدد حياة المدنيين الأبرياء. وحذر أيضاً من العواقب الخطيرة لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة التحرك العاجل لإنفاذ الكميات الكافية من المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكداً ضرورة فتح آفاق المسار السياسي من خلال العمل المكثف لتفعيل حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. امبارح شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية، وبيحرص الرئيس السيسي على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية وتأكيداً من الرئيس على احترام المرأة المصرية التي تناضل في كل ميادين الحياة. وامبارح خلال كلمته في احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 10 مليار جنيه لصندوقي تأمين الأسرة وكبار السن بواقع 5 مليار لكل صندوق. وقال الرئيس إن الدولة لن تدخر جهداً لدعم هذه الصناديق، مؤكداً أن تعظيم موارد هذه الصناديق والحفاظ على أصولها أمر ضروري للغاية. امبارح وجهت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية رسالة تهنئة للأم المصرية بمناسبة عيد الأم، قائلة: إلى الصديقة الرفيقة والحكيمة والسند الذي نتكئ عليه طوال حياتنا، إلى من تعطي بمشاعر متجردة من أي مصالح، إلى كل أم وكل سيدة أصيلة، كل عام وأنت بخير. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة الترتيبات الجارية لتنظيم مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن عقد مؤتمر الاستثمار يأتي في ضوء الاتفاق اللي جرى خلال القمة المصرية الأوروبية اللي عقدت في القاهرة مؤخراً بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيسة المفوضية الأوروبية وعدد من القادة الأوروبيين، وحيث تم الاتفاق على عقد مؤتمر للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي للتعريف بالفرص والإمكانات الاستثمارية في مصر بما يسهم في تعزيز انخراط الشركات الأوروبية في السوق المصرية، مضيفاً: نناقش حالياً توقيت عقد هذا المؤتمر والتصورات المتعلقة بالأجندة المقترحة للمؤتمر ومحاوره. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وأشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى أن هناك اهتمام كبير بملفات وزارة الهجرة وعلى رأسها كل ما يخص المصريين بالخارج وإتاحة المزيد من التيسيرات، إلى جانب التعامل مع أي تحديات أو معوقات من الممكن أن تواجههم.
امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن القوات المسلحة نظمت احتفالية بمناسبة انتصار ذكرى 10 من رمضان بحضور عدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة وعدد من علماء الأزهر الشريف. وألقى اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز الإسريجي مساعد وزير الدفاع كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أشار فيها إلى أن رجال القوات المسلحة سيظلوا محافظين على يمين الولاء والفداء للوطن متمسكين بروح العاشر من رمضان في تنفيذ كافة المهام والمسؤوليات المكلفين بها للدفاع عن الوطن وصون مقدساته وإنجازات شعبه العظيم جيلاً بعد جيل. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك مواصلة القوات الجوية المصرية تنفيذ الجسر الجوي الإنساني لإسقاط المساعدات الغذائية والاحتياجات الأساسية على المواطنين الفلسطينيين شمال قطاع غزة، وده على مدار يومي 20 و21 من شهر مارس الجاري. واستمرت طائرات النقل العسكرية المصرية من طراز C-130 بالقيام برحلتها من مطار العريش لإسقاط عشرات الأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية الشقيقة، فيما تواصلت الطلعات اليومية للطائرات المصرية بالتعاون مع نظيرتها من المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة لإسقاط أطنان من المساعدات فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة، وده بالتزامن مع فتح معبر رفح البري لتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع. ويأتي ذلك امتداداً للجهود والمساعي المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في ظل الأزمة الراهنة.